النظام تاع فضايح بشكل دائم ومستمر. اسمع مليح هذه الفضيحة. بالعودة إلى زيارة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى وهران وببلدية سيد الشحمي، أشرف سيد الرئيس على تدشين مستشفى الحروق الكبرى بسعة 125 سريرة. المستشفى الذي جهز بأحدث التقنيات مصنف بالدرجة الثالثة من حيث التكفل بأربعة تخصصات. تدشين وأحاديث ويومها هذه قبل، طبعا هذه كانت أيام ما سمي بها البحر المتوسط، أي قبل حوالي شهر ونص تقريبا، شهرين يعني، في نهاية جوان. ويومها كان حديث كبير جدا على هذا الصرح الصحي، هذا المستشفى المتخصص عن تاع الحروق إلى آخره إلى آخره، ليظهر فيما بعد أنه كان كذبا، كان شيء زوروه وزيفوه باعترافهم هم. ماذا حدث؟ حدث أنهم اكتشفوا أن في الحقيقة أن هذا المستشفى لم يكن اللي دشنوا وتبون، لم يكن قد انتهت الأشغال فيه، كانت الأشغال قد بدأت فيه ولكنه بعيد كل البعد على أنه تنتهي فيه الأشغال. راحوا جابوا أدوات من مستشفيات أخرى، أدوات صحية، أدوات تاع مستشفيات، جابوا حتى مرضى نقلوهم إلى هذا المستشفى باش تبون يجيوي على أساس أنه يدشن هذا المستشفى ويظهر في القنوات وفي الجرائد وتكتب عليه وكالة الأنباء إلى آخره، ليتضح أنه لم يكن هذا صحيح، وأن المستشفى لم يكن مكتملا، وأن المرضى جابوه من أماكن أخرى ولا علاقة لهم بالحروق أصلا، وتمثيلية، قاموا بعملية بتمثيلية. هاي حالة البلاد ونوصلت، هذه مش أول مرة ولا ثاني مرة ولن تكون آخر مرة، هذه مئات المرات في مئات الأحداث وقعت وما زالت تقع. والآن يعلنون على أنه تمت الإطاحة بالأمين العام لولاية وهران وبمسؤول مدير الصحة لولاية وهران. ولماذا تطيحون بالأمين العام؟ ما هو تبون مزور جابوه العسكر، ما كاش الشرعية. تبون نظام كله نظام مزور. تبون مزور، الانتخابات كانت مزورة. شعب خرج، ولأول مرة في تاريخ الشعب الجزائري يخرج ويسقط الانتخابات انت أفريل معها العهدة الخامسة، ويسقط انتخابات اللي قالوا في 4 جويلية 2019، ثم يعترض بشدة لولا أن القايد صالح فرضها بقوة الدبابة وبقوة إنزال مئات الألاف من عناصر الجيش والشرطة والدرك طبعا الشرطة أكثر من 250 ألف كانوا يومها، كلهم هما والدرك أكثر من 180 ألف، كلهم كانوا في حالة طوارئ قصوى في ذلك الأسبوع اللي سبق ما عرف بالانتخابات. حقيقة كانوا في حال طوارئ قبل ذلك بكثير أيضا. إذا لماذا تتم معاقبة الأمين العام لولاية وهران ومدير، وهذا أصلا إذا عاقبوه يعني إذا ما لقيناش من بعد والي أو وزير، أو هما كلما كنت فاسدا ومزورا وفاجرا وفاسقا وخائنا كلما أعطوك مناصب لأنهم يحتاجوك، يحتاجوا أمثالك. عندك هذه مثل عندما يتكلمون على أنهم ألقوا القبض على بعض الغشاشين في امتحانات البكالوريا أو البيام أو يديروا منها حملة كبيرة جدا. إذا كان ما يسمى برئيس الدولة جاب انتخابات مزورة، فاعلم أن التزوير أصبح هو العملة السائدة، أصبح التزوير هو الأساس، أصبحت البلاد مسنودة كلها على الكذب وعلى الخداع، على التزوير، على التزييف، هذه الحقائق. ثم لماذا لم يكتشفوا هذا الأمر؟ شفنا في هذا الفيديو اللي شفناه انت تبون، كان ما يسمى بوزير الصحة هناك، لماذا لم يكتشف وزير الصحة ذلك؟ لماذا لم يكتشف مدير المدراء المركزيين في وزارة الصحة ذلك؟ الوالي، المسؤولين،
المخابرات الإرهابية اللي قاعدة تتبع في المناضلين وتتبع في الأحرار وتتبع في من يريد نهضة البلاد وتعتقلهم وتعذبهم وتوصل إلى اغتصابهم أحيانا، تحرش بيهم. وشهادة المقاوم بن حليمة محمد عزوز أمس كانت صادمة للبعض، صادمة للبعض، كنا نعرف هذا، ولكن كانت صادمة لبعض الجزائريين، وكانت صفعة في وجوه الثورة المضادة التي كانت تكذب التعذيب. إذن أين كانت المخابرات الإرهابية التي تكتم أنفس الجزائريين؟ لماذا لم يكتشفوا أن هذا المستشفى، مش تكلموا على غرفة، مش تكلموا على شقة، رانا نتكلموا على مستشفى ضخم، آلاف الأمتار من المربعة، شيء ضخم ومصورينه وجايبين صور إلى آخره. لماذا لم يكتشفوا هذا؟ تكون فضيحة أخرى لهذا النظام المزيف والمزور. هل تتوقف الفضائح هنا؟ أبدا. خلينا نشوف فضيحة أخرى، هذه عندها يومين ولا ثلاثة فقط، أو حتى يومين فقط. خلينا نشوف فضيحة أخرى، فضائح لا تنتهي لا تنتهي. وهذا فقط اللي يصلنا أحيانا، أو يكون عند الناس بعض الشجاعة أنهم يصوروه، أو بعض المعلومات التي تصلنا إلى. شوف هذه الفضيحة الأخرى، هذه فضيحة دولية تونسية بكل طواقمها على مستوى الإنتاج، الصحفيين، التقنيين وكل الهياكل المجندة منذ ساعات الصباح الأولى من البارح لمواكبة النسخة الثامنة لتيكاد 8. احنا في هذا البث المباشر عندنا صور أولى قاعدة توصلنا في المباشر، صور فورية حول الوفد الجزائري، وبعد لحظات باش يحل بيناتنا ممثلي الوفد الجزائري وباش نشوفوا المراسم الاستقبال الرسمي. هذه اللحظات الأولى، زميلنا نزار الزغدودي موجود على عين المكان وقت اللي يحل الوفد بيناتنا وينزل على التراب التونسي. كنا عندنا تعليق في المباشر لحظة بلحظة. في الأثناء هذه طائرة رسمية جزائرية، طائرة رئاسية جزائرية، على أساس أنه واصل فيها الوفد الجزائري. خلينا نشوف هذا الوفد إذا كان فعلا جزائريا أم لا، ولماذا طائرة جزائرية وطائرة رئاسية، يعني لماذا؟ خلينا نشوفوه، نمروا الفيديو لأن الفيديو شوية طويل. أو قيس سعيد معتوه تونس ماشي يستقبل في الوفد الرئيس قيس سعيد، إذن في استقبال رسمي للوفد الجزائري في المطار الرئاسي بالعاصمة. أشوفوا نزول الوفد الجزائري الآن. وفد جزائري المشاركة في فعاليات قمة تيكاد، طبعا في انتظار أن تتوضح الصورة، لأنه الوفد الجزائري سيكون على رأسه وزير التجارة، ولكن هذا هو الوفد البوروندي الذي يسير على الخطوط. الوفد البوروندي، وفد بوروندي، طبعا الصحفي التونسي هم يستناو في وفد جزائري، فإذا به أفارقة ينزلون من الطائرة الجزائرية، أفارقة سمر من بوروندي. ولماذا يأتي الوفد البوروندي بطائرة جزائرية؟ ها أموال الشعب الجزائري وين تروح؟ هذه الطائرة تكلف عشرات الآلاف من الدولارات هذا السفر، ولماذا؟ فضيحة أخرى من فضائح هذه العصابة اللي قاعدة تبعثر في أموال الشعب الجزائري وتتعامل مع إمكانيات وأموال الشعب الجزائري كما تريد هي، وفق بقاء العصابة في السلطة، إلى درجة أن معتوه تونس طبعا راح هناك على أساس أنه وفد جزائري، فإذا به وفد بوروندي ولا علاقة له بالجزائر، إلا اللهم
الطائرة الجزائرية.